بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ من ستارت، نفتح الأندرويد ستوديو عشان نعمل الأبلكيشن بتاعنا. هيبدأ يفتح أندرويد ستوديو. طبعا لو كنت عامل جوه بروجكت هنقفله. أنا عملت لسه بروجكت جديد، فعمل ستارت الأندرويد بروجكت. طبعا فون ولا تابلت ولا إيه، أنا اختار فون عادي. إم بي تي أكتيفيتي، وأدوس على نيكست. قال لي سمي الأبلكيشن بتاعك. قلت له والله هسمي الأبلكيشن بتاعي مثلا إليبس، إليبس آب. تلاحظوا إن الباكج نيم بقى كوم دوت عادل دوت إليبس آب. طبعا عادل دي المفروض اسم الشركة، كوم ده المعتاد يعني، كوم دوت مش عارف مثلا اي اسم، دوت اليبس اب ده اسم الايه، ده هيبقى كده الباكج نيم. المكان انت عايز تسير فيه، حد المكان اللي انت عايزه. هنشتغل طبعا ان شاء الله كوتلين، هقول له فينيش. ده ان بي تي اكتيفيتي هيبدا ينشئ هنا البرنامج. خلي الابلكيشن الاندرويد ستوديو ياخد وقته بحيث يكريت لينا كل الفايلز بتاعتنا بشكل مظبوط. فتح اهو معانا، وفتح لك المين اكتيفيتي، وفتح لي كود بتاع الكوتلين كود. قلت له ماشي، ده المكان الاول. انا عايز اعمل ايه من فيو، طبعا طول ويندو والبروجكت دايما احفظوها، او الت وايه وواحد دايما اعرفوه عشان دي شاشه البروجكت ويندو. هخش من جوه اب جوه ريس، ومن ريس هعمل ايه، في عندي بقى فاليوز ولي اوت وكلام زي كده. طبعا تلاحظوا هنا ايه، الابلكيشن بيرن اوتوماتيك، اسمه الليبس اب وفي ويلكم. عشان اغير كلمه الليبس اب دي اللي فوق دي، انا من اب واخش على ريس واخش على فاليوز عشان اعرف اغير اسم التايتل بتاع البروجكت ذات نفسه. هخش جوه الاقي في حاجه اسمها سترينجز، هنا بتشال كل في شكل اكس ام ال عشان اغير كلمه الليبس اب دي اللي موجوده في العنوان، هي اللي موجوده انا، فغيرها بالاسم اللي انا عايزه. ده المكان اللي بنحط فيه الاستاتكس سترينجز اللي بنستخدمها جوه الابلكيشن، فسميتها الليبس مسافه ابلكيشن مثلا، او اي اسم انت عايزه. لو جينا عملنا كده ري ران عشان يوقف ويشغل نالو جديد، هلاقي ايه، قفل وسطب نالو جديد وشغل. قال لي الليبس ابلكيشن، غير الاسم فعلا. وفي هنا هلو وورلد، عشان اوصل للمكان اللي فيه هلو وورد او جسم الابلكيشن من اب وريس برضو، بس المره دي من لي اوت. هفتح حاجه اسمها اكتيفيتي اندرسكور مين، هلاقي ملفات عباره عن كود اكس ام ال. الكود الاكس ام ال دوت هو اللي بينظم لي الشاشه، او هو شكل العرض بتاع الخاص بالشاشه. هلاقي جواه حاجه اسمها كونسترينت لي اوت، وجواه حاجه اسمها تكست فيو. التكست فيو دوت اللي كان مكتوب اللي بيطلع فيه كلمه هلو وورد اللي في النص ده. عايز تشوف الكلام ده من جوه الديزاين، دوس على كلمه ديزاين هتلاقي ادي الايه، ادي التكست بوكس تكست فيو بتاعك. ممكن تعمل كليك يمين وتعمل له ديليت، خلاص اعمل كليك يمين عليه واعمل ديليت، او هو موجود عندي في الكومبوننت تري اهو جوه كونسترينت تري جوه حاجه اسمها ايه تكست فيو، برده ممكن اعمل كليك يمين واعمل له ديليت. زي ما احنا شايفين كده الكود بتاعي بقى عباره عن كونسترين لي اوت متجهز ومتظبط فاضي. ممكن اقفله تحت زي ما احنا شايفين كده. المهم انا هعمل ري ران، المفروض بقى كل كام ده يختفي، يبقى كده بالنسبه لي لي اوت فاضي. ادي اللبس ابلكيشن واللي اوت بتاعي فاضي، نبدا نشتغل عليه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.